بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله رب العالمين هنجاوب الموديل اكزام بتاع نمبر 3. The opposite figure illustrates a diagrammatic section. جايب لي ده عباره عن diagrammatic section of the stem. ده عباره عن stem. تمام كده؟ بيقول لي بقى ايه في الستيم ده؟ بيقول لي يا سيدي مين فيهم ذا شوجر ترانسفير؟ مين يا جماعه اللي بينقل الشوجر؟ اللي بينقل الشوجر دي عندي هو مين؟ هو الفلويم. لو انت فاكر بقى دي كده عباره عن فاسكولار باندل. اللي بره هي مين يا جماعه؟ اللي بره هي الفلويم. فالاجابه عندي هتبقى بي. ده سهل ده. The blood that is carried by the arterioles inside the lungs. هو الارتريولز دي كانت جايه منين؟ كانت جايه من artery. تمام. ومين هو الارتري اللي داخل جوه اللنج؟ بالمونري artery. البالمونري artery ده حاله شاذه بيكاري دي اوكسجينيتد بلاد، يعني في كربون دايكسايد. فاكيد في كربون دايكسايد بيكونتين higher percentage of carbon dioxide than oxygen. يبقى contains a higher percentage of carbon dioxide than oxygen. الإجابة عندنا تبقى C. The number of removed electrons from one molecule of glucose which is contributed by their transfer from a higher energy level to lower energy level in electron transport chain. عدد الإلكترونز اللي بتكون موجودة عندي عبارة عن قد إيه؟ لما نبدأ إن إحنا of electrons the number of electrons removed. بص يا سيدي السؤال ده فيه فكره حلوه بقى. ازاي انا لما اجي اقول لسيادتك هو عايز النمبر اوف الكترون ولا عايز النمبر اوف اي تي بي؟ بص لو قلت لك عايز النمبر اوف اي تي بي هتعرف ان الناد، تعال نكبر الخط شويه كده. لما اجي اقول لك انا لو انا عايز النمبر اوف ATP يبقى ساعتها تقول لي ان الناد H بيدي 3 ATP، وان الفاد H2 بيديني 2 ATP. ده كلام محترم. طب تعالى بشوف هنا بقول لك ايه the number of electrons. دي خطيرة بقى. ازاي؟ هو ايه مراحل تكوين الناد الى الناد H والفاد الى فاد H2؟ انا عندي في ناد بوزيتيف، تمام، هضيف عليه H2، تمام، وفي عندي فاد لو انت فاكر هضيف عليه H2. هو الH ده كان عبارة عن ايه؟ H بروتون وحواليه الكترون. هنا الH عبارة عن بروتون وحواليه يا جماعة في الكترون. انت عندك ده ايون ناقصه الكترون، هتاخد الالكترون لوحده وتضيف عليه H كاملة على بعضها فيتحول الى ناد H. تاني يا مستر تاني، انت ضفت عليه الكترون لوحده ده فهتحول الى ناد، تمام، وهتضيف عليه اتش كامله على بعضها يبقى ناد اتش، والبروتون يطلع لوحده. انت عندك هنا كام الكترون؟ عندك 2 الكترون. عندك كام بروتون؟ 1 بروتون اهو، اللي هو 1 بروتون ده لوحده. هنا في الفاد اتش 2 الفاد اتش هيكون فاد اتش 2 على طول. طبعا انت عندك هنا 2 الكترون وعندك 2 بروتون، اوعى تنسى دي. الاختلاف بينهم ان هنا عندي في 1 بروتون، هنا في عندي 2 بروتونز. يبقى انت كل نت اتش بتدي كام الكترونيه؟ 2 الكترونز. وده بيدي كام الكترونيه؟ 2 الكترونز. طب حلو، انا كده عرفت ان كل واحده فيهم بيديني كام الكترون؟ 2 الكترونز. طيب لو عايز اتكلم على عددهم، انا استخدمت كام نت اتش؟ في الجلايكولوسيس كان عندي 2 نت اتش، والمرحله اللي قبل كريبس سايكل كان عندي كمان 2 نت اتش. في كريبس سايكل الواحده بيكون في 3. طب 2 كريبس سايكل 2 في 3 ب 6 ناد اتش، يبقى انا كده عندي كام ناد اتش كلهم على بعض؟ 2 2 4 4 و 6 10، يبقى 10 ناد اتش. كل ناد اتش واحده بتدي كام الكترون؟ 2 الكترونز، يبقى عندي 20. طب انا عندي الجلوكوزايه الواحده لما لحد اخر مرحله ليها بستخدم فيه 2 فاد اتش 2 اللي هي بتكون موجوده في كريبس سايكل مرتين. طب ما انت عندك 2 في 2 لان كل فاد اتش فيها 2 الكترون. يا جماعه الاثنين دي ليها النمبر اوف الكترونز. انت عندك هنا عندك الناد يا اخوانا عشان خاطر بس الناس اللي بتهجص بس، انت عندك الناد فيها كام الكترون؟ 2، والفاد اتش 2 2 2 الكترونز. وخلي بالك من السؤال بيقول لي نمبر اوف الكترون ولا نمبر اوف اي تي بي. اهو سيادتك انا عندي هنا الفاد اتش 2 2 تايمز 2 هيديني كام؟ هيديني 4. طب اجمعهم لي على بعض 20 و4 يبقى كام؟ يبقى عندي 24 الكترونز. انت لو بتتكلم على النمبر اوف الكترونز فقط لا غير. يبقى انت لما تقول الكترونز الفاد اتش 2 بيديني 2 والناد اتش بيديني 2 الكترونز برضو. سؤال رقم 3 ذا نمبر، يبقى الاجابه عندي هتبقى ها 24. سم اوف ذا بيشنتس هاف، خلي بالك سؤال رقم 3 ده عيده كذا مره واسمعه كذا مره، ايه ده سؤال حلو عيده كذا مره. قلت له يا مستر مش فاهم، عيد الفيديو تاني واتفرج عليه. Some of the patients who have digestion complication، عنده مشكلة بيعاني من ايه؟ gastro esophageal reflux، عنده ارتجاع في المريء. gastro يعني معدة،
اسوفيجيال يعني اسوفيجس، اهو عنده ارتجاع عن الاكل بيرجع تاني، يبقى عنده مشكله في الماسل دي. كان اسمها ايه؟ دي عباره عن كاردياك ماسل، اهو دي عباره عن رقم 2 عندي فيها مشكله. طيب لما اجي اتكلم على which of the following valves determine the blood route which contains the highest percentage of oxyhemoglobin، يعني oxygenated blood. oxygenated blood ده اللي هو بيكون موجود في الاورطه، تمام؟ يعني موجود فين؟ في الجنب مين؟ انت عندك في الجنب اللي هو الليفت سايد، تمام كده؟ لو انا رسمت القلب كده سيادتك، ده كده القلب بالنسبه لسيادتك، لو قسمته كده 4 ارباع، هنا كان بيطلع عندك اورطه، هنا بيكون طالع عندك بالمونري ارتري، هنا اوكسجينيتد بلاد يعني الدم فيه اكسجين، هنا كاربامينو هيموجلوبين، هنا عندك الدم طالع من الاورطه. يبقى كان طالع منين؟ من اورتيك فالف. رقم 2 كان هنا مين اللي عمل له زقه هنا؟ كان عندي فالف اللي هو بايكاسبيد، يبقى بايكاسبيد ومين يا جماعه؟ البايكاسبيد فالف، وعندي كمان الاورتيك فالف، الاثنين هما اللي فيهم اعلى كميه من الاوكسي هيموجلوبين اللي هو الاكسجينيتد بلاد، لانك انت اصلا كنت داخل منين؟ من بالمونري فين، ده حاله شاذه فيها اكسجينيتد بلاد، لان كل الفينز بتكاري دي اكسجينيتد بلاد ما عدا البالمونري فين اكسجينيتد بلاد. فالاجابه عندي هتبقى يا جماعه هتبقى الباي كاسبيد فالف والاورتيك فالف. يبقى فين فين الاجابه؟ تبقى عندي بي الباي كاسبيد فالف والاورتيك فالف. سؤال رقم 6 which of the following give the highest blood pressure، اعلى blood pressure عندي in the aorta، in the aorta. طيب اعلى pressure عندي امتى؟ في الاورتا لما يحصل contraction في الفنتريكل بتاعه اللي هو بيزق فيه الدم. يبقى الاورطه تشاور بايديك كده يمينك شمال وشمالك يمين، يبقى يمين يبقى ليفت، يبقى ليفت فنتريكل كونتراكشن. الاجابه عندي هتبقى دي. طب which of the following substance doesn't transfer through the plant transport system، عن طريق البلانت ترانسبورت سيستم مين ما بيتنقلش؟ الميه بتتنقل والجلوكوز بيتنقل والمغنيزيوم، ده عباره عن سولت بيتنقل مع الووتر، انما اللي ما بيتنقلش هو السليلوز. فالاجابه عندي هتبقى سي، ما سمعناش عن سليلوز خالص، بالله بيتنقل. You have four test tubes as shown، زي ما انت سيادتك شايف كده. عايز دلوقتي four test tubes as shown in the following figure in which tube will the oxygen O2 concentration decrease rapidly، بيبدا ان هو كميه الاكسجين تقل. كميه الاكسجين تقل يعني الاكسجين هنا بينتج عندي، يعني دي كده الفوتوسينثيسيس. طيب طب لما اجي اتكلم على كمية الأكسجين تقل، هبدأ أبص هنا على الرسم. عندي هنا في عندي إيه؟ في عندي هنا ده عبارة عن ووتر، ده سنيل قوقع، والسنيل ده على فكرة برضه بيعمل ريسبيريشن يتنفس، وده بلاند، تمام؟ لما أجي أبص هنا عندي ده بلاك بوكس تو بريفنت ذا لايت، يبقى هنا مش هيحصل فوتوثنتس، وأنا هنا فوتوثنتس. هو بيقول لي which will be the concentration decrease rapidly، كمية الأكسجين بتقل بسرعة. انت عارف ان البلانت بيعمل فوتوسينثيسيس، يعني بياخد كربون دايكسيد ويطلع اكسجين، فكميه الاكسجين بتقل بسرعه. هنا اصلا مفيش حاجه اصلا تحصل هنا، لان ده كده بيعمل ريسبيريشن، ياخد اكسجين ويطلع كربون دايكسيد. هنا ده بيتنفس يا اخوانا. لما ده يتنفس النبات بيعمل فوتوسينثيسيس وريسبيريشن، والسنيل بيعمل ريسبيريشن، فالاثنين بياخدوا من بعض الكيميكال ماتيريالز. طيب هنا يا جماعه هنا اصلا مفيش اصلا فوتوسينثيسيس هنا. بص يا سيدي، هنا عندي البلانت مش هينفع يعمل فوتوسينثيسيس، فالبلانت هيعمل ريسبيريشن، تمام؟ لما النبات يعمل ريسبيريشن يعني هياخد كميه الاكسجين ويحرق بيها الجلوكوز ويطلع كربون دايكسيد، تمام؟ فهل الكربون دايكسيد ده النبات هيستخدمه تاني عشان يعمل بيه فوتوسينثيسيس ويرجع تاني يكون اكسجين؟ هقول لك لا، لان انت عندك هنا بلاك بوكس فمستحيل يعمل فوتوسينثيسيس، بالاضافه ان انت عندك كمان السنيل بيعمل هو كمان ريسبيريشن فبيقضوا على كميه الاكسجين، فكميه الاكسجين بتقل بكميه كبيره، اللي هي اجابه عندي هتبقى دي. طبعا الاجابه بي مش هتنفع. ليه؟ لان النبات هنا هيعمل ريسبيريشن وفي نفس الوقت يعمل فوتوسينثيسيس فيبدا ان هو يكون اكسجين، صح ولا غلط يا جماعه؟ صح، لان اللي بينتج من الفوتوسينثيسيس هبدا ناخده في الريسبيريشن والعكس صحيح. فالنبات في الفوتوسينثيسيس هيكون هياخد كربون دايكسيد يطلع اكسجين، هبدا ان انا استخدمه في الريسبيريشن، والريسبيريشن يدي للفوتوسينثيسيس ويغيروا مع بعض. انما عندك اخر واحده دي مفيش، هيغيروا مع بعض لان اصلا مفيش فوتوسينثيسيس. The corn plant differs from the Oropanke plant the Oropanche او the Oropanke plant in all of the following except. طبعا Oropanke plant ده عباره عن
بلانت اخدناه في اول درس خالص في اول ورقتين في المنهج عند سيادتك، ده هيتيروتروفيك نيوتريشن، ده عباره عن بارازايت بيتطفل على الكائنات الحيه، طبعا بيتطفل على البلانت، ده عباره عن بلانت بيتطفل على بلانت وبياكل الاكل بتاعه وهو النبات عايش. طيب تبقى البارازايت وهو عايش، انما السابروفيتك اللي هي الرميه بتغذى على الكائنات الحيه وهي ميته. performing the photosynthesis، الاثنين بيعملوا photosynthesis، لا طبعا لا شبه مختلفين عن بعض، انا اسف مختلفين عن بعض. performing photosynthesis لا طبعا، الكورن بلانت بيعمل photosynthesis انما ده لا، ده هيتيروتروفيك. the fixation of carbon dioxide gas، الكربون دايوكسيد بيحصل فيه fixation، لا برضو طبعا fixation دي يعني انت photosynthesis برضو اللي هي reduction. converting of low energy compound to high energy compound، انك انت low energy compound to high energy compound، طبعا الكلام ده برضو مش صحيح، مش هيعمل photosynthesis. converting the organic molecule into inorganic compound، الاجابه هتبقى عندي هي دي. اشمعنى؟ لانك انت عندك كده كده النبات الكورن بلانت هيعمل photosynthesis ويكون جلوكوز اللي هو الاورجانيك، يبدا يحرقه ويكسره في الريسبيريشن ويكون كربون دايوكسيد اللي هو ان اورجانيك. نفس القصه برضو الاوروبانش بلانت برضو هيبدا ان هو يتطفل على النبات وياخد منه الاكل بتاعه ويحرق برضو الاكسجين الجلوكوز برضو عن طريق الجلوكوز اوكسيديشن ويكون ان اورجانيك، اللي هم مين اورجانيك يا جماعه؟ اللي هو الكربون دايوكسيد والووتر اللي هي نواتج الريسبيريشن. معنى قصدي ايه الكلام ده؟ قصدي ان هو النبات ده بيتنفس والنبات ده بيتنفس. ايوه الكلام ده صح، انت بتحول الحاجه الاورجانيك لحاجه ان اورجانيك مولكيول. طيب لو عايز اتكلم بعد كده، in which of the following plant do you expect that the osmotic pressure is vanished؟ vanished يعني بيتلاشى او هو ما فيهوش اصلا، يتلاشى. هقول له الباينس او نبات الصنوبر، لو انت مذاكر كويس تعرف ان هو اصلا نو روت بريشر، ما عندكش اصلا روت بريشر موجود فين؟ في الباينس او نبات الصنوبر. what happens to the ketoglutaric acid when it is converted into succinic acid during cellular respiration؟ لما انت تيجي تحول سيادتك الكيتو جلوتاريك الى الساكسينيك اسيد، تعالى كده على جنب نتكلم عليها. طبعا سيادتك هتجيب